احلق شنبي ده اهو، ان شلت بكره بطيخه واحده من السوق. سعيد يا سعد الشكور. سعيد يا اخويا. نعم اخونا هري ده عاوزك تشوف له اي مصلحه معاك. حاضر، اتركن شويه. ها اطمن. ربنا يبارك فيك. كتر خير. مع السلامه. جبت فلوسك؟ امال جايني ليه بس؟ تعالى اتفاهم مع المعلم جوه يا اخويا. وانت واقف ليه؟ عايز ايه؟ انا هريد طز حفظت. عايز ايه ما تنطق؟ انا اللي وصاك عليا يا ام عبد الرحمن. وعايز ايه انت؟ عايز اشتغل. تشتغل ايه؟ اشتغل اي شغلانه اللي تختارها حضرتك. بتعرف تبيع؟ ابيع قوي. معاك فلوس؟ سرقوهم في البسطه. طب اسمع بقى يا اخويا، انا هدي لك 20 بطيخه سلف وحقهم امانه في رقبتي. طز في رقبتك. انت عارف البطيخه ثمنها كام؟ 8 سعر. جابوا ال 20 بكام؟ 160 قرش. مش تمام يا اخويا؟ تمام. انت هتبيع بخساره ولا بمكسب؟ بمكسب طبعا. الرسمال كله اصله رسمال مين؟ رسمال انا. يبقى لما اخد منك 40 قرش كمان كتير؟ مش كتير. يعني انا عايز منك 2 جنيه. تمام يا اخويا؟ تمام. فوق ال 2 جنيه دول هاخد منك نص المكسب كمان. ابقى ظلمتك؟ ما ظلمتكش ابدا. تمام يا اخويا؟ تمام. لو انت بقى بعت البطيخه بجنيه مثلا. بجنيه؟ انا بقول لك مثلا، يعني مثلا تبقى قبضت في ايدك 20 جنيه. تمام يا اخويا؟ تمام. طلع من ال 20 دول ال 2 جنيه بتوعي اللي اتفقنا عليهم، يفضل في ايدك كام؟ 18 جنيه. نقسمهم بالنص، انت 9 جنيه وانا 9 جنيه. تمام يا اخويا.